رمضان أهلا مرحبا رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السحور أكلة السحر التي يستعين بها الصائم على صيامه هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بركة من بركات هذا الشهر، فلا ينبغي أن تترك أو أن يفرط فيها، ولو أن يأخذ الإنسان تمرات. ونعم السحور التمر كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، نعم سحور المؤمن التمر، ولو أن يأخذ تمرات يتسحر عليها. وسمي سحور لأنه بيكون أقرب إلى وقت السحر، إلى وقت ما قبل الفجر. وسألوا عن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهم بين الأذان وقت السحور؟ قال: 50 آية، يعني 20 دقيقة. تسحر قبل الفجر 20 دقيقة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني كيف نفوت فضل السحور والله تعالى والملائكة يصلون على المتسحرين؟ أخرجه أحمد وحسنه الشيخ الألباني. وحديث أنس رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. كيف يترك الإنسان هذه البركة وقد دله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فعلينا أن نحرص على إقامة هذه السنة، ولو أن أشرب ماء بنية السحور، أو أخذ تمرات بنية السحور، ونعم السحور التمر. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.